السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود من قناة يوسف تريدر، دليل لكم في عالم الربح والمعرفة من العملات الرقمية. وموضوعنا النهاردة بشكل عام هنتكلم عن ما هو الفيوتشرز وكيف أبدأ في تنفيذ الصفقات بالطريقة الصحيحة. تمام، هنتكلم عن حاجتين، ما هو الفيوتشرز بشكل عام، تاني حاجة هنتكلم عن إزاي أبدأ في تنفيذ الصفقات أو تنفيذ الأوردرات بالطريقة الصحيحة. طبعا الكلام ده برضو للناس اللي عندها على قناة التليجرام اللي مش فاهمين الفيوتشر ولا فاهمين ازاي يدخلوا صفقات. تمام، هنشرح كل حاجة بالتفاصيل. كل ما هو عليك انك تتابع الفيديو للاخر، ويا ريت لو تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة، ده الدعم الوحيد. تمام، يلا بينا نبدأ. يلا بينا. اول حاجة، انت لما بتفتح المنصة قدام منك كده، تمام، بتروح على الفيوتشرز، تحت خالص كده هتلاقي كلمة الفيوتشرز. تمام، لو بالعربي هتلاقيها العقود الآجلة. تمام، هتضغط على الفيوتشرز، وبعد كده طبعا انت هتحول فلوسك. الأول هتحول فلوسك من المحفظة الفورية إلى محفظة العقود الآجلة. تمام، منين؟ شفت السهمين اللي عكس بعض دول، هتضغط عليهم بكل بساطة وتحدد، يعني فوق هتبقى مثلا from spot wallet اللي هي المحفظة الفورية to إلى USD M futures. تمام، وتحول المبلغ اللي انت عايز تبدأ بيه في الفيوتشرز. تمام، من هنا كده، وتضغط على transfer تحت أو تحويل بالعربي. تمام، دي لما تيجي تحول فلوسك من المحفظة الفورية، تمام، الى محفظة العقود الآجلة. تمام، هناخدها اول باول كده من فوق لتحت. تمام، الواجهة اللي قدامك ده هشرحها لك اول باول. تمام كده. تمام، اول حاجة انت الاسوليتد اللي هو المعزول، اسوليتد يعني معزول بالعربي. تمام، لما كده تضغط عليها كده هتلاقي حاجة اسمها بالأول كده هي كروس وفي isolated. طيب يعني ايه كروس ويعني ايه isolated؟ طبعا كروس اللي هو المتبادل بالعربي، وisolated اللي هي المعزول بالإنجليزي. تمام. طيب الأول كده أنا هتكلم معاك بالبلدي، يعني أنا هتكلم معاك كأن أنا واقف قدامك دلوقتي وبتكلم عادي، يعني أنا مش هنكلمك بقى باللغة العربية الفصحى وأنت تقعد تقول هو بتكلم كده ليه ومش بتكلم كده ليه، لأ أنا بكلمك عادي. تمام، طيب يعني إيه كروس ويعني إيه إيسوليتد، أو يعني إيه متبادل ويعني إيه المعزول؟ بص يا باشا، انت لما بتدخل تتداول على كروس، يعني انت كده داخل بتراهن على حسابك كله. بمعنى انت مثلا دخلت صفقة ب20 دولار، وانت اصلا راس مالك 100 دولار. تمام، يعني انت راس مالك كله 100 دولار ودخلت صفقة ب20 دولار. طيب هي كل ما بتهبط بتخصم من المحفظة كلها، يعني هتلاقيها كل ما بتنزل، يعني انت اشتريت من سعر معين وهي عمالة بتنزل، الصفقة عمالة بتنزل معاك، هو بيسحب من رصيدك كله. تمام، ده طبعا انت بتقول خطر، بس اللي فاهم هي مش خطر ولا حاجة. تمام، طيب هي مش خطر ليه؟ الكروز بيبعد لك سعر التصفية او الليكوديشن. سعر التصفية او الليكوديشن بالانجليزي يعني ده بيبقى سعر كده، بيبقى لما بتيجي تدخل الصفقة، يعني انت داخل بالفعل في الصفقة، فبيبان لك سعر التصفية او سعر الليكوديشن، ان العملة بيعرفك ان العملة لو وصلت للسعر دوت انت هتخسر كل فلوسك. ده طبعا بالنسبة للكروس، انا كلامي ده كله بالنسبة للكروس. تاني، انت مثلا راس مالك 100 دولار ودخلت صفقة ب20 دولار. تمام، وجات الصفقة هبطت بيك، فهي كل ما بتهبط كل ما بتسحب من ال100 دولار مش ال20 دولار بس. تمام كده، طبعا برضو بقول اللي مش فاهم هيقول لك طب ما ده غلط، هو ده غلط فعلا، بس للي مش فاهم او بمعنى صح مش ماشي باستراتيجية معينة او بخطة معينة. تمام، طيب
ايه الميزة الوحيدة اللي هنا؟ الميزة اللي عجباني اللي او يعني الحاجة الحلوة اللي فيها بمعنى صح، ان انت مثلا في حاجة عندك اسمها سعر التصفية. سعر التصفية ديت ان انت بيبقى مكتوب سعر كده، سعر للعملة يعني، تمام. ان لو العملة وصلت للسعر دون انت هتخسر كل فلوسك، لان هي كل ما بتهبط كل ما بتسحب من رصيدك العام اللي في محفظة الفيوتشر فقط، بتسحب بالفلوس اللي في الفيوتشر فقط على الكروس، على الكروس تمام. ما بتروحش يعني على رصيدك اللي في محفظة السبوت، لا هي محفظة فيوتشر بيتس تمام. معلش في ان انا طولت شوية تمام. ولكن بقى في الاسوليتد او المعزول، انت مثلا راس مالك 100 دولار ودخلت صفقة ب20، هي بتتعامل معاك على ال20 دولار بس اللي انت دخلتهم، وبرضه بيبقى فيه سعر تصفية تمام. ولكن هي الفرق ما بينهم ان ده انت بمعنى اصح يعني ده في الكروس بتتراهن على المحفظة كلها تمام، محفظة الفيوتشرز فقط تمام، وكروس فقط. لكن في الاسوليتد انت بتراهن على المبلغ تمام، بتراهن على المبلغ اللي انت دخلت بيه الصفقة فقط، فقط لا غير تمام كده تمام. الميزة بقى اللي انا برضك هوضحها لك تاني، ان في الكروس بيبقى سعر التصفية ده بعيد، وممكن يعني انت لو شغال على X3، وهفهمك يعني X3 وX5 والكلام دوت دلوقتي، ان انت كل ما بتقلل في الاكس او بتقلل في الرافعة المالية عموما يعني، بيبقى سعر التصفية ممكن يوصل معاك لزيرو، ما يبقاش فيه سعر تصفية اصلا تمام. يعني مهما تنزل مش هيبقى فيه سعر تصفية تمام. ولكن الاسوليتد سعر التصفية طبعا انا قلت لك بيتعامل معاك على ان انت داخل ال20 دولار انت دخلت بهم الصفقة بس، يعني بيبقى فيه سعر تصفية، يعني لو وصل له هتخسر ال20 دولار فقط، مش هتخسر باقي المبلغ تمام. كده احنا عرفنا يعني ايه كروس ويعني ايه اسوليتد. طيب هنروح بقى للخانة اللي جنب منها اللي هي الرافعة المالية. طبعا احنا كلنا عارفين ان المنصة بايننس بتتيح لك ان انت تستخدم الرافعة المالية تمام. طيب الرافعة المالية على مثلا على البيتكوين في لحد 125. طب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت مثلا يا عم الحاج لو انت معاك راس مالك مثلا 100 دولار واستخدمت مثلا 5x50، فانت اضرب 100 في 50 تمام، يعني 5000 دولار. 100 في 50 يعني 5000 دولار. يعني انت لو معاك 100 دولار ودخلت بيهم فيوتشر تمام، اكيد ومستخدم X50، اكيد ان انت معاك 50000 دولار. 5000 دولار اسف، اكيد ان انت معاك 5000 دولار، وانت اصلا ما معاكش غير 100 فقط فاهمني. بس هنا المنصة بتديك الفلوس دي كلها، يعني الفرق ده كله بتديهولك تتداول بيه فاهمني. والعكس برضو يعني انت في الخسارة لما بتيجي العملة تهبط بيك. طب سيب النقطة دي دلوقتي هنوضحها فيما بعد. انت ايه افهم بس ان الرفعة دي كل ما بتزود في الرفعة كل راس مالك ما بيكبر، مع ان انت اصلا معاك 100 دولار بس، ولو استخدمت X5 فانت كده كأنك معاك 500 دولار، لو استخدمت X10 اكن معاك 1000 دولار، وهكذا وهكذا، وبتتداول اكن انت معاك ال1000 دولار عادي تمام. طبعا انت كل ما بتزود في الرفعة كل الخطورة ما بتزيد تمام، الخطورة ما بتزيد. في ناس عباقرة بتستخدم X50 وX50 بس بيبقى راس مالهم كبير تمام، وبيبقى بادئين كروس كمان. ما علينا، انت كل ما بتزيد في الرفعة كل ما بتزيد الخطورة، فانت اهم حاجة ما تزيدش عن X5. لو هتشتغل معايا على قناتي تمام، طبعا انا هسيب لكم قناتي التليجرام في الوصف تحت تمام كده. ولكن انت برضك لو هتشتغل مع نفسك او متابع حد تاني او ايا كان، يعني انت ما تزيدش عن X5 مهما يكون السوق، ما تزيدش عن X5 تمام. وبرضك انا على قناتي في ساعات بنزل صفقات X10 وX20، ابقى إيه؟ تمام، انا هبقى عارف حتى على الاقل انا بعمل ايه، مش ان انا بدخل كده وخلاص تمام. تمام كده انتهينا من الجزئية دي. طيب نروح للجزئية التانية. الجزئية التانية بتقول ان انت
في المكسب بقى والخسارة، أكلمك على المكسب والخسارة. أنت مثلا مستخدم اكس 5 اسوليتد واكس 5 وانت معاك 100 دولار، فانت كده حاليا معاك 500 دولار، دخلت صفقة ب 20، يبقى انت كده داخل اكنك داخل ب 100 دولار. كده متفقين؟ انت معاك 100 دولار، راس مالك 100 دولار، واستخدمت اكس 5، يبقى انت كده اكن معاك 500 دولار. طيب جيت دخلت صفقة ب 20 دولار بس، يبقى انت كأنك داخل الصفقة ب 100 دولار. طيب في المكسب وفي الخسارة ايه اللي بيحصل؟ طبعا انت لما بتيجي تكسب، يعني هو بيتعامل، طبعا بيتعامل معاك ان انت معاك 100 دولار في حالة الخسارة وفي المكسب. يعني لما بتيجي تكسب بتكسب اكن انت داخل ب 100 دولار، ولما بتيجي تخسر اكنك انت برضك داخل بمية ايه دولار. فاهمين لحد كده؟ يعني انت داخل ب 20 دولار اصلا، بس انت مستخدم اكس 5، يبقى انت كده داخل ب 100 دولار. في حالة المكسب يبقى انت كأنك كسبت على 100 دولار، في حالة الخسارة يبقى برضك بتتعامل معاك اكنك انت داخل ب 100 دولار برضه. تمام. في حاجة بقى، في واحد بيسألني وبيقول يعني ايه الفرق ما بينه وبين السبوت؟ هو الفرق كتير، بس برضك في المكسب والخسارة. يعني انا دلوقتي لو كسبت دولار، لو انا داخل صفقة تمام ب 20 دولار، وانا يبقى انا كده داخل ب 100 دولار، ومستخدم اكس 5 يبقى انا داخل ب 100 دولار. طيب كسبت دولار، يبقى على السبوت هتكسب 20 سنت. لو انت داخل نفس الصفقة على السبوت يبقى انت ده ايه كسبان 20 سنت فقط، يبقى انا كسبان دولار وانت كسبان ايه 20 سنت. وفي نفس الكلام برضك في الخسارة، لو انا خسرت دولار هيبقى انا خسران دولار وهو خسران 20 سنت فقط. تمام كده؟ تمام. بعد كده هنروح على الفاندنج كاونت داون، اللي هي بمعنى يعني ده مش لنا من الاخر، يعني وما ده للرسوم العقد، ده بتبقى عقود يعني بيبقى لها رسوم خاصة، كل 6 ساعات بيخصم منك رسوم، بس ما بيخصمش منك انت، هو بيخصم من الامريكان وكده. تمام. فما تلزمكش، بس انت تبقى عارف ان دي ايه. تمام كده. تمام. هنيجي بقى تحت، لما انا اقول لك في باي وفي سيل، طبعا هنا برضك انت بتكسب، ممكن تكسب في الشراء وفي الهبوط. يعني انت لو انت متوقع ان في هبوط ممكن تدخل صفقة هبوط عادي، بتضغط على سيل. لو انت متوقع ان في شراء بتضغط على شراء وبتشتري عادي زي السبوت. وهنا بقى الفرق ما بين الفيوتشرز والسبوت، ان انت بتكسب من الهبوط في الفيوتشرز، بتكسب من الهبوط ومن الصعود، ولكن طبعا في السبوت بتكسب من ايه؟ من السبوت فقط. تمام. معلش لو كنت انا بتلخبط في الكلام شوية، يعني خلينا متفقين مع بعض ولحد دلوقتي انت فاهمان، واللي مش فاهمان بالله عليك كلمني وفي التعليقات تحت، او انضم لقناة التليجرام وعرفني ان انت في نقطة معينة مش فاهمة، او انا محتاج تعمل لي فيديو تاني اوضح، او ايا كان يعني. تمام. وانا والله مش هبخل عليك باي معلومة. تمام. هسيب لك قناة التليجرام في الوصف تحت، اتفضل ايه انضم لنا، وعندك اي سؤال ما يعني ما تتحرجش من اي حاجة، لو ايا كان السؤال غبي انت حاسس ان هو غبي، لا هو مش غبي، كلنا كنا كده. تمام. يبقى احنا متفقين ان الفيوتشرز بتكسب من الهبوط ومن الصعود، ولكن السبوت بتكسب من الصعود فقط. تمام كده. تمام. نيجي بقى ننتقل لايه الخطوة اللي بعد كده. هي طبعا زي ما قلت لك، لما بتيجي عايز تحول الفلوس من المحفظة الفورية او من السبوت على العقود الاجله، هو السهمين اللي تحت بعض اللي هما عكس بعض اللي هما بيضغط عليهم، وزي ما قلت في اول الفيديو. تمام. تاني حاجه الليميت ده، ما تضغط عليها هيظهر لك خانات كتير. احنا طبيعه شغلنا عموما يعني، تمام، هنشتغل يا اما على الليميت يا اما على الماركت يا اما على الستوب ليميت. يبقى ايه الليميت؟ اللي هو الحد، والماركت اللي هو سعر السوق، والستوب ليميت اللي هو ايقاف الحد، دولت اللي هنستخدمهم على طول. تمام. يبقى انت خلي بالك من دول، الباقي ما يشغلكش. تمام. الليميت انا هشرح لك برضو لما ايه، اما اقول لك خش صفقة وكلام من دول.
الخانة اللي تحت بتاعتها اللي هي الأمونت، الكمية اللي انت بتشتريها يعني. وهنا برضو بتحدد الكمية اللي انت يعني، مثلا عايز تشتري 5%، عايز تشتري 10%، عايز تشتري 25%، عايز تشتري 50، أيا كان بقى الكمية بتحدد من هنا. تمام، بتضغط على دي وتحدد زي ما انت عايز. تمام، بس ده اللي انت هتعمله، ده اللي انت محتاجه حاليا في الفيوتشرز. تمام، طيب انا دلوقتي نزلت صفقة على القناة وليكن هاي القناة هي. تمام، انا وليكن نزلت صفقة برضك عشان نبقى ايه. بص، الصفقة بتبقى عن، بتبقى زي الصورة اللي واضحة لك دي. تمام، انت اقرا، اهم حاجة انك تقرا الايه، تفاصيل الصفقة او تعليمات الصفقة، عشان في ناس بتيجي لي وتقول لي انا نسيت ودخلت اكس 20 وفي اكس 20، وفي ناس بتقول لي انا نسيت وفي ناس بتقول كذا وكذا، فانا ايه، ماليش ذنب. ليه؟ انت المفروض اول ما نزل الصفقة تقراها كويس. طيب الصفقة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. الصفقة سبوت او فيوتشرز. تمام، يعني انت ممكن تدخلها سبوت عادي او فيوتشرز براحتك يعني، شوف اللي يريحك واشتغل عليه. تمام، الصفقة معزول طبعا، هي لو كروس هكون كاتب كروس، وبقول لك لا تزيد عن اكس 5. انت ادخل بقى اكس 2، اكس 3، اكس 4، اكس 5، بس ما تزيدش عن اكس 5. اهم حاجة انك ما تزيدش عن اكس 5. الكمية 5% من المحفظة، الكمية اللي هتدخل بها كل صفقة انا هنزلها هتخش ب5% فقط. تمام كده، يعني الكمية اللي هتدخل بها كل صفقة هتاخد 5% بس من كل محفظة. وعرفتك ازاي هتجيب ال5%. تمام، طيب في ناس بقى هتجيلي وتقول لي انا دخلت مثلا مش اكس 20 واكس 10 ودخلت بنص المحفظة والكلام دوت، انا ماليش ذنب، انا ببقى كاتب لك كل حاجة في تفاصيل الصفقة اللي انا بنزلها او في البوست اللي انا بنزله، ببقى كاتب لك كل التفاصيل. واللي بالفعل قسما بالله وربك يا ربنا يعني اللي شاهد، انا ببقى داخلها قبل منك. تمام، بس انا داخل وعارف انا بعمل ايه. في ناس تانية داخلة مش عارفة هي بتعمل ايه. تمام، فبيخش يشتري وخلاص اكس 20 اكس، وبص تلاقيه ضربت معاه ستوب لوس فخسر، ويقول لك انت مش عارف ايه. لا، انت راجع نفسك، انت اول البوست ما ينزل او اول الصفقة ما تنزل اقرا التفاصيل بتاعتها. تمام، اقراها كويس. طيب بعد كده هتلاقي اسم العملة، اسم العملة ده هتلاقيه مثلا بقول لك اشتري عملة او ان تي، او مثلا اشتري البيتكوين اللي هو البي تي سي او الايثيريوم الاي تي اتش، او مثلا الماتيك او ايا كان يعني، هتلاقي جنب ايه اسم العملة. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة وهي سعر الدخول. ساعات انا ببقى كاتب اوردر شراء معلق على سعر. طيب اوردر شراء معلق على سعر يعني، انا مش بقول لك روح ادخل السوق دلوقتي، انا بقول لك اوردر شراء معلق، يعني اوردر هتشتري من سعر معين. طيب هتشتري من سعر معين ازاي، او اوردر شراء معلق دي ازاي هشتري يعني على المنصة بقى. هتروح على المنصة وهتختار ستوب ليميت، ستوب ليميت او ايقاف الحد. تمام، بالعربي هتلاقي ايقاف الحد. تمام، هيظهر لك 3 خانات، اول ما تضغط على ستوب ليميت هيظهر لك 3 خانات. اول خانتين هتكتب فيهم سعر الدخول اللي هو هكون انا كاتبه جنب اوردر شراء معلق على سعر، وهتلاقي السعر جنب منها. تمام، هتكتب في اول خانتين سعر الدخول. طيب تالت خانة هتحدد الكمية اللي هي ايه، 5%. تاني 5%، ما تقعش تشتري بنص المحفظة، عشان احنا لو السعر هبط بينا هندعم من تحت عشان نستفاد من الهبوط. لو هبط بينا ان شاء الله يعني مش هيهبط، بس لو هبط نستفاد من الهبوط. تمام، هنيجي الخطوة دي بعد كده. تمام، لو قلت لك اشتري بسعر السوق برضك هكون كاتب اوردر شراء بالسعر الحالي، يعني هتبقى مكتوبة كده اوردر شراء بالسعر الحالي. تمام، لو بيع برضك هيبقى مكتوب اوردر بيع بالسعر الحالي. لو مثلا
معلق على مكتوب اوردر بيع، اوردر بيع معلق على سعر كذا. تمام. بعد كده الاي تي بي 1 والتي بي 2 والتي بي 3 والتي بي 4، الاربع دول الاهداف اللي هو تيك بروفيت او التارجت برايس، فاهمني؟ ايا كان يعني سعر الهدف يعني، تمام، او خد ربحك اللي هو الهدف الاول يعني. تمام، تي بي 1 ده سعر الهدف الاول، ده اللي انت هتبيع عنده، وفي سعر الهدف التاني، وفي سعر الهدف التالت، وفي سعر الهدف الرابع لو موجود. تمام، ده اللي انت هتبيع عنده. طيب انا دلوقتي دخلت العملة وبالفعل الصفقة اتفعلت عندي وجابت سعر الهدف الاول اللي هو يبقى مكتوب جنب تي بي 1. تمام، اول ما تجيب سعر الهدف الاول، تمام، هقوم عامل ايه؟ بايع كمية. لو انت عايز تكمل لبقية الاهداف هتقوم بايع كمية عند سعر الهدف الاول، وليكن مثلا هتبيع 25%، وهعرفك ازاي دلوقتي. تمام، لو بعت 25% عند الهدف الاول ترفع سعر الستوب لوس على سعر دخولك، عشان لو ارتدت هيطلعك على سعر دخولك، يبقى انت كسبت. ليه؟ انت بعت كمية عند سعر الهدف الاول والسوق عكس عليك، او سعر العملة عكست عليك وجابت سعر دخولك وهبطت. لا، انا بعت ايه، انا خلاص طلعت بره الصفقة من سعر دخوله وكسبت كمية انا بعتها فوق. تمام، طيب كملت وجابت الهدف التاني، برضك هبيع كمية تاني وارفع الستوب لوس على الهدف الاول. جابت الهدف التالت ابيع برضك كمية وايه، وارفع السعر، سعر وقف الخسارة على سعر الهدف التاني، وهكذا. طيب ليه انا بقول كده؟ ليه؟ عشان احنا حاليا بشكل عام السوق واخد ترند صاعد، حاليا احنا في ترند صاعد وهيكمل صعود. فلو عملة صعدت وجابت 4 اهداف، او انت عايز تكمل معايا للاخر كمل معايا للاخر ولا يشغلك، بس اهم حاجة رحل معاك الستوب لوز. تمام، وحتى انا موضح لك برضو في الصفقة وبقول لك اللي بيطمع في اهداف اعلى يضع الستوب على الهدف الذي يسبقه. تمام كده، يعني انت مثلا سعر العملة جابت سعر الهدف الاول بيع كمية وارفع الستوب لوس على سعر دخولك، جابت الهدف التاني بيع كمية وارفع سعر، وارفع كف الخسارة على او الستوب لوس على سعر الهدف الاول، وهكذا وهكذا. هبطت بقى، اقول لك هتعمل ايه دلوقتي. معلش الفيديو طويل شوية بس عشان تفهموا بس، والله مش اكتر. تمام. انا وليكن دلوقتي انا داخل، يعني انا داخل صفقات دلوقتي. تمام، البوزيشن يعني، انت بص يا باشا، انت لما بتستخدم الستوب ليميت اللي هو اوردر شراء معلق، وزي ما قلت لك بتكتب سعر الدخول في اول خانتين، تمام، بتلاقيه هنا في الطلبات المفتوحة، تمام، الاوبن اوردرز. تمام، ده هتلاقوهم كده زي ما هم كده لسه ما تنفذوش. طيب لما بيتنفذ بيتنقل في البوزيشنز. تمام، طيب انا دلوقتي داخل عملة الاي دي ادا اللي هو الكاردانو. تمام، داخل، ما انا هنا اسوليوتد اكس 10، ما تشغلش بالك بيا، بس انا ايه، انا عارف يعني، عشان عارف انا بعمل ايه، بس انت ما تشغلش بالك بقى، ما تعملش زي. تمام. الصفقة هتبقى اول ما تتفعل عندك هتبقى بالشكل دوت. تمام، هنجيبها برضك ايه، واحدة واحدة كده. طبعا ده اسم العملة، العلامة الزرقاء دي اللي في الاول دي اللي هو كده انت شاري اصلا، انت كده شاري، فاهمني؟ طيب اسم العملة، تمام، اسلوتد اكس 10. طيب ايه الخطوط دي؟ الخطوط دي كل العملة ما بتزيد في الصعود كل ما هتلاقيها بتقيد معاك اكتر، يعني انت الخطورة عندك بتقل، فاهمني؟ كل ما بتقل هي يعني، هي كده شرطة يعني، هو بيعرف ان الخطورة عندك ايه، بقت عالية، فاهمني؟ تمام، السايز هذا يعني الحجم اللي انت اشتريته، الكمية اللي انت اشتريتها. تمام، السايز دي. تمام، طيب قبلها، قبل منها في هنا ايه، 66 وهنا 41%، دي النسبة المئوية اللي انت كسبتها. تمام،
هتلاقي النسبة المئوية هنا ايه، يعني كسبان 2% اللي هم 94 سنت، فاهمني؟ اللي قبالها الناحية التانية. لو في الخسارة برضك هتعرف دلوقتي، في الخسارة برضك هنا اهو، يعني انت هنا خسران 8%، تمام؟ اللي هم 4 دولار او 3.5 دولار، فاهم؟ تمام. هنا في السايز اللي هو الكمية اللي انت اشتريتها كذا، المارجن يو اس دي تي لو انت عايز تضيف فلوس تاني للصفقة بحيث تباعد الليكويديشن او سعر التصفية، هنقوله دلوقتي. الريسك دي المخاطرة، يعني بيديك المخاطرة برضو بالنسبة المئوية. انتر برايس اللي هي ده سعر دخولك، انتر برايس اللي هي سعر دخولك، تمام؟ اللي انت دخلت من عنده بيبقى مكتوب تحت هنا. طيب المارك برايس اللي هو سعر السوق حاليا، سعر العملة حاليا كام. طيب الليكويديشن برايس ده سعر التصفية، يعني انا دلوقتي تمام العملة لو هبطت بيا لحد $1.43 بالفعل، المبلغ اللي انا داخل بيه، انا داخل isolated، تمام؟ المبلغ اللي انا داخل بيه هخسره كله. بس انا بقى مش هعمل كده، ليه بقى؟ انا بالفعل عامل حساب للهبوط ده، وانا نفسي انها تهبط اكتر، فاهم؟ فعامل حساب. يعني انت اهم حاجة انت كمتداول لازم تبقى ماشي بخطة، والخطة دي انت عاملها لنفسك بحيث ان لو انت لو العملة صعدت بيك هتتصرف ازاي، ولو هبطت بيك برضو هتتصرف ازاي، وما تخالفش الخطة مهما يكون قدامك اغراءات بقى من صعود السوق، وسوق صاعد وانا مش عارف اكسب، وتدخل بقى عشوائي وتلاقي نفسك خسران. لازم تبقى ماشي بخطة، لازم ولابد تبقى ماشي بخطة. طيب خطتي ايه؟ انا باجي هنا عند السعر التصفية دول، وبقوم شاري. انا حاطط اوردر تاني برضو على ده، هو على $1.44 هشتري تاني قبل سعر الليكويديشن ده. طب انت ليه، ايه اللي مخليني انا متأكد كده؟ ما هو ممكن يهبط اكتر. بص يا باشا، انا شاري اصلا 5%، 5% بس من المحفظة، تمام؟ طيب لو لو وصل لسعر الليكويديشن هشتري 10%، لو ارتد بس. طيب انا هشتري 10%، ايه اللي هيحصل؟ طبعا سعر التصفية هيبعد، تمام، وسعر الدخول هيقل، فاهمني لحد دلوقتي؟ يعني انا لو هو وصل لسعر التصفية ده، هو انا طبعا هشتري قبل ما يوصل. انا هستفاد ايه؟ هستفاد ان سعر التصفية بيبعد اكتر، وسعر الدخول اللي انا دخلت من عنده بيقرب، فاهمني؟ فتيجي العملة انا ما يلزمنيش بقى العملة توصل لسعر الدخول اللي انا دخلت من عنده اول مرة اللي هو $1.58، لا ممكن تلاقيها بقت $1.48، فاهمني؟ فتيجي لما تيجي تعمل تصحيح هتجيب سعر دخولي، فانا هعرف اطلع لو على الاقل من غير خسارة، فاهمني؟ ليه بقول كده؟ لان احنا في ترند صاعد، بس هي ان شاء الله مش هتوصل لمرحلة زي دي، بس انا لو وصلت انا عارف انا هعمل ايه. بس انا عموما احنا في ترند صاعد، حتى لو نزل لتصحيح ده بيبقى اعادة اختبار، تمام، لدعم معين مثلا، فبيعيد اختبار وبيشوف ايه الدنيا يعمل من الاخر يعني، وهيكمل تاني صعود، تمام. نفس الكلام في الصفقات التانية، انا كده ما سبتش حاجة من غير ما اشرح. انت كل اللي يفرق معاك ان انت مثلا عايز تبيع بقى على اهداف. التلات خانات اللي تحت هما adjust leverage لو انت عايز ترفع الرفعة المالية، تمام، عايز ترفعها ارفع، لو عايز تزيد تزود، بس ايه ملهاش لازمة يعني ما تستخدمهاش يعني. طيب الستوب بروفيت اي لوز، يعني ايقاف الخسارة، ايقاف الارباح والخسائر، تمام، هتضغط عليها. طيب الخانة اللي جنب منها الكلوز بوزيشن، لو انت عايز تخرج على طول يعني من غير اي كلام، هتضغط على كلوز، هيقول لك انت كذا كذا مش عارف تفاصيل من التفاصيل يعني، وكونفيرم خلاص طلعت بره الصفقة، تمام. المارك برايس اللي قصدي اسف الستوب بروفيت، انت هنا بقى دي اللي انت هتشتغل عليها في الاهداف اللي انا حاططها اللي انا كنت بشرحها لك من شوية. طبعا انت اول ما هتدخل هتكون حاطط سعر الهدف الاول هنا، وليكن مثلا انا داخل سعر الدخول اهو قدامه اهو، الانتر برايس وباله المارك برايس سعر السوق اهو، انا داخل عند $1.58، تمام، وانا كاتب لك السعر الهدف الاول على مثلا $1.70، تمام، هكون كاسب مثلا $32، بس لو هبيع كله دي 100%،
تمام، لا انا هبيع 25%، هكون كاسب 8 دولار، واقوم ايه ضغط كونفيرم، هينزل في الطلبات المفتوحة، تمام هينزل هنا اهو التيك بروفيت ماركت سيل اماونت، هبيع 69 بس، او فاهمني، او هبيع على ايه بسعر السوق دولار و70، هبيع عند الدولار و70 سنت، تمام. طيب اول اوردر ده اللي انا حطيته قدامك دون ما يتنفذ، يعني اول انا زي ما قلت لك اهو تكتب هنا سعر الهدف الاول، طيب و25% بس اللي انا هبيعها، اقوم ايه داخل تاني، يعني هو اتنفذ خلاص، هو كده خلاص اتنفذ وبالفعل بعته والاوردر اتنفذ خلاص، اقوم داخل تاني عامل ايه بقى اهم حاجة عاملها، اقوم رافع الستوب لوز. ستوب لوز اللي هو ايه، انا مش هكون حاططهولك في الصفقة، بس انت هتحط هنا بقى ايه سعر دخولك اللي هو انه الدولار 58 اللي هو فوق، هقوم كاتب دولار 5.8، فاهمني، واقوم ايه ضاغط برضو الكونفيرم، يبقى هي العملة خلاص صعدت وجابت الهدف الاول. طيب لو رجعت وكملت في هبوط فانت هتطلع بره الصفقة خالص، بس انت هنا مش هتحدد بقى الكمية 25% و50% و75% والكلام دوت، لا انت هتسيبها زي ما هي 100%، بحيث لو انت عايز تشتغل بكده تمام، بس انا عن نفسي ما بشتغلش بكده، بس انت عايز تأمن نفسك يعني وراجل يعني محافظ واكتر امان، فانت ايه هتحط ستوب لوز على سعر دخولك، على سعر ايه دخولك، ودي تاخد كونفيرم هيبقى اوردر، لو سعر العملة هبط وكمل في هبوط هتطلع عند سعر دخولك وانت كده طالع كسبان. ليه؟ لان انت بعت كمية اصلا عند الهدف الاول اللي هو على مكسب، تمام. برضك نفس الكلام، يعني انت هتعمل ده الاول، يعني لما تجيب لما العملة توصل لسعر الهدف الاول وتبيع وخلاص بالفعل بعت الاوردر تنفذ وبعت، هتيجي جاي عامل اللي انا بقولك عليه دوت، هتيجي ترفع الستوب لوس على سعر دخولك وتيجي عامل اوردر وتيجي داخل تاني، ماشي يعني الغي ده كده، تيجي داخل تاني بعد ما تعمل الاوردر اللي هو في الخسارة، تيجي داخل تاني وعامل ايه بقى كاتب سعر الهدف التاني اللي هو مثلا وليكن دولار و80، فاهم، واقوم بايع قد ايه 50%، ضغط على 50، انا هبيع 50% بس واعمل كونفيرم، جابت الهدف التاني وبالفعل اتنفذ الاوردر اتنفذ وبعت فعلا عند الدولار و80، تمام اللي هو الهدف التاني، اقوم داخل تاني عامل ايه بقى عامل اوردر برضو تاني، او تلغي بقى الاولاني دوت وتتعامل اوردر تاني على سعر الهدف الاول، بحيث برضو كده لو رجعت وانت عايز تطلع عند الهدف الاول سعر الهدف الاول اطلع، وانت كده كده بالفعل بايع برضو بعت خلاص انت كمية اصلا عند الهدف الاول وعند الهدف التاني خلاص، رجعت وجابت سعر الهدف الاول خلاص، وانا كده بكسب اكتر، يعني كل ما بتصعد وكل ما بتجيب في الاهداف انت بايه بتكسب اكتر، تمام. انت وهكذا، يعني انت هتمشي بنفس النظام ده وهكذا، لو انت عايز تكمل مع العملة للاخر، عايز بقى تبيع كله عند الهدف الاول وتطلع بره الصفقة براحتك، عايز تكمل معاه للاخر براحتك، فاهمني، بس انا بكلمك عموما، يعني ده يعني ده انا اعتقد ان انا ما سبتش حاجة من غير ما اقولها، بس لو في اي حاجة بالله عليكم عرفوني في الكومنتس او في قناة التليجرام، هسيب لك اللينك تبعها في الوصف تحت، ويا ريت لو تدعمنا بلايك وسبسكرايب، ده الدعم الوحيد والله للقناة اليوتيوب، ده الدعم الوحيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.